السلام عليكم. دلوقتي انا لو حد جه كلمني وانا داخل السنه الاولى وقال لي تحب اقول لك على طريقه تزود بيها كفاءه مذاكرتك، اول حاجه كنت اقولها له كنت اقول له اه ماشي اتفضل. تاني حاجه اللي هو يعني ايه كفاءه مذاكره اصلا؟ الكفاءه في المذاكره هقول لك انا، الكفاءه هي انك تستوعب كميه اكبر في وقت اقل، وده معناه انك هتجيب درجات اعلى وهتوفر وقت اكتر، وده معناه ترفيه اكتر وزنقه وتوتر اقل وقت الامتحانات. فانا هقول حاجات لو طبقتها هتزود كفاءه مذاكرتك بلا شك. هم حاجتين رئيسيين، اول حاجه السبيس دي ريبيتيشن اللي هو التكرار المتباعد، تاني حاجه هو الاكتيف ريكول. هقول لك تعملهم ازاي. اول حاجه التكرار المتباعد، وهو انك بعد ما تذاكر الدرس اول مره هتراجعه كذا مره. ممكن حد يقول لي طب مش اما انا اذاكر الدرس مره اولى الاول ابقى اراجعه كذا مره؟ هقول لك بس اسمعني، طريقه المراجعه هتاخد وقت اقل بكتير من المذاكره الاولانيه، وعلى المدى البعيد هتوفر وقت اكتر بكتير. اول حاجه انت ازاي تعمل تكرار متباعد، هو بعد ما تذاكر الدرس ثاني يوم هتراجعه في ربع ساعه، تحاول تحل عليه امتحان، بعدين تقرا الدرس او تحاول تسمعه لنفسك وبعدين تقراه، ده ثاني يوم. بعدين بعدها باسبوع تحاول برده تعمل نفس الموضوع، وبعدين بعدها مثلا لو في كويز او حاجه تراجع الدرس ثاني وبس، تركنه بقى للفاينل. شوف بقى وقت الفاينل الدرس هيبقى ثابت في دماغك ازاي. ده من ناحيه التكرار المتباعد. اما الاكتيف ريكول اللي هو انك تسترجع المعلومه من مخك، ده اللي بيخلي المعلومه تثبت اصلا في مخك. لو انت كل شويه هتقعد تفكر في المعلومه عشان تجيبها فمخك هيتعب، هيقول بقى خلاص انا هخلي المعلومه على الوش بره عشان تبقى سهله انه يجيبها، فهيخليها محفوظه في ذاكرتك بسهوله. عشان تعمل الاكتيف ريكول ده محتاج انك تسترجع المعلومه من مخك عن طريق انك ممكن تحل امتحانات او تحاول تسمع الدرس، تخبي كده وتحاول تسمع وبعدين تقراه بسرعه.